قال فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ليس في الآخرة فقط، حتى في الدنيا يشعرون بهذا الشقاء. أنت كان تراهم يضحكون ويخرجون أسنانهم في الضحك ويظهرون للعالم أنهم يملكون الناس والعالم وأنهم مرتاحين وبلادهم خضراء من الأشجار والثمار وكل شيء، لكنهم في الحقيقة أبدا يصارعون نفوسهم في دولهم. التساؤلات تهجم عليهم يوميا، من أنا ولماذا خلقت ولماذا في هذه الحياة وليش أنا هنا لماذا ما هناك، وهكذا. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يجعل من أعرض عن الله عز وجل يسلكه عذابا صعدا. وهذه من الأشياء التي تدل على أن حياة الظلمات يخرج بها الشقي، قد يكون من حياة أنس إلى حياة الظلم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، حتى الشقي والعاصي والمغير يغير في الحقيقة يعيش حياة ظلمات، يكابد ما عليك منه إنه يقول لك أنا الحمد لله توزيد غاوي، هو يعيش في حياة صراع مع نفسه، هو ما راضي عن نفسه لكنه فقط مكايدة وصراع مع النفس يكذب على. وهذا من أكذب الكذب، أن يكذب الإنسان على نفسه يقول لك يا الله تونا حسني مرتاح، تونا حس مرتاح، وهو في الحقيقة غير ذلك. يشعر أن الناس ضده وأن الدنيا ضده وأن كل ما حوله ضده، لكنه يعاند. هذه حياة الأشقياء والعياذ بالله. شوف حتى السكار الذي يسكر ويشرب الخمر يقول لك أنا مرتاح ما مدخل بالناس، ولكن في الحقيقة إذا تأتي وتنظر إلى حياته كلها نكد نكد، ضرابة مع الزوجة، بايت تتطلق، ومن هنا ما متوفق في شيء، ومن هنا تجد أن كل اللعنات عليه، لكنه في يكذب على نفسه. يعني شوف إنسان يكذب، ما يكذب على الآخر، يكذب على عمره، يقول له أنت صدق أنا مرتاح نفسيا. هكذا الأشقياء لما غيروا نعمة الله عليهم كان في نعمة مع إخوانه مع أصحابه، عندما غير يعيش حياة ظلمات ولا يبصر، مثل الأعمى لا يبصر ولو أبصره الله وبصره بالطريق الصحيح، تجده متعندا كفرعون الذي أراه الله الطريق قل لا 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 ما صحيح بعلي أنا إنزين هذا حياة ظلمات يا فرعون لا تعاند، قال لا أنا الصحيح. وانت وحدك مو صحيح، قال نعم انا وحدي صحيح وانتم كلكم خطا. وهكذا، وسنجد ان الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن مثل هذه بامثال كثيره. فهذا اول مثال